بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في المحاضرة الآن هنتطرق إلى يونت 4. كنا قد انتهينا من يونت 3 بالنسبة لريفرنس انترفال. اليوم إحنا هنتحدث عن البروسيجر مانيوال. البروسيجر مانيوال هذا من ضمن إجراءات لكواليتي أشورانس، وهذا البروسيجر مانيوال بيكون في عنا كتاب او ملزمه ان صح التعبير، موجود فيها كل ما يلزم الموظف في مختبر التحاليل الطبيه معرفته. طبعا هتقول لي طب ما هو من اصل انه هو بيكون موجود بيشتغل وعارف كل تفاصيل التجارب. بقول لك مظبوط، لكن في احيانا بعض التجارب بتكون يعني ما تطلبش دائما، فممكن الموظف ينساها، ممكن ينسى الموظف الويف لينك لقياس معين على السبكتروميتر او ستيب معين، وبالتالي هذا البروسيجر مانيوال هو مرجعيه التقنيه والعلميه لجميع الموظفين. فلما انت بتحتاج معلومه بما يخص اي فحص موجود في المختبر، بدل ما تلف على زملائك وتروح تسالهم واللي بيعرف بيعرف واللي بيعرفش بيعرفش، لا، انت بترجع للبروسيجر مانيوال، موجود في كل المعلومات اللي المطلوب معرفتها لجميع الفحوصات اللي بيشتغلها المختبر. فالمطلوب من المعمل ومن إدارة المختبر انها تنشئ بروسيجر مانيوال. هذا البروسيجر مانيوال بيكون كتاب او ملزمة او ملف يحتوي على جميع المعلومات اللي بتخص الفحوصات التي يقوم بعملها المختبر. طيب الفحوصات اللي بيسويهاش؟ لا، ما فيش داعي، لانه هذا بروسيجر مانيوال ميداني في المعمل، وبالتالي ما فيش داعي ان احنا اي فحص او اي تيست ما بيسويهوش المختبر، ما فيش داعي انه اداره المختبر تضيفه، لانه ما بيلزمش. طيب احنا ليش هذا الكلام المفروض انه المختبر يكون متوفر فيه البروسيجر مانيوال؟ عشان نقلل من الاخطاء. احنا بنتكلم عن اللاب مانجمنت اند كواليتي اشورانس او كواليتي كنترول، فالافضل انه من ضمن الاشياء يعني ومن ضمن اساس الكواليتي اشورانس ان احنا نقلل من الاخطاء. تقليل الاخطاء اللي هي بسبب العامل البشري، النسيان او الخطا، هذا بدنا نقلله، بنقلله بانه يكون عندنا بروسيجر مانيوال بيكون مرجعية لكل الموظفين في حال انه الموظف حاب يتأكد من معلومة، نسي فحص، نسي قياس معين، يرجع للبروسيجر مانيوال من غير ما يغلب زملائه ويعمل ارباك جوا المختبر. طيب نشوف ايش بيقول هنا. تكنيكال بروسيجر مانيوال، ده تكنيكال بروسيجر مانيوال كونتين انستركشن. اذا هذا البروسيجر مانيوال contains in the instruction توجيهات and specific information for all the laboratories test procedure، كل التست بروسيجرز اللي هو موجوده في المختبر. بيقول لي a well designed and executed procedure manual is good training guide especially for new employee. البروسيجر مانيوال لما بيكون طبعا لازم يكون مصمم بشكل مريح ومصمم بشكل يسهل اخراج او استخراج المعلومه، فما تكونش مثلا الفحوصات مرتبه ترتيب عشوائي. الاصل انه يكون في فهرس عشان الموظف يعرف يروح على التست اللي بده يدور عليه مباشره، ما يجوش يدور بين الصفحات. يكون واضح الكلمات، يكون مرتب ومهيئ بشكل يعني ميسر. هذا يعني اكثر ناس بيحتاجوه اللي هم النيو امبلويز او الموظفين الجدد، لانه الانسان كل ما يعني زاد الوقت معاه في تقدم الوقت انه خدم فتره اطول في المختبر، هذا طبعا بيخليه عنده خبره طويله وبيقلل من احتماليه نسيان الفحوصات او نسيان المعلومات اللي تتعلق بالفحوصات، لانه هو بيكون اكتسب خبره طويله مع الوقت. فاللي بيحتاجه اكثر ناس بيحتاجه اللي هم نيو امبلويز. And it also serves as a reference source for infrequently performed tests. الآن في بعض الفحوصات ما بتطلبش بشكل يومي، ممكن تنطلب كل شهر كل شهرين،
وبالتالي هذا يولى الفحوصات اللي ما بنكررش عملها باستمرار عرضة لنسيان في جزئية معينة منها. The correct use of the procedure manual will reduce mistake. طبعا هي الهدف منه اللي هو ان احنا نقلل من نسب الاخطاء البشرية اللي ممكن تحدث في خلال عمل فحوصات. وطبعا احنا بنقلل من نسبة الاخطاء معناته احنا بنرفع من مستوى الكواليتي للفحوصات والنتائج، وهذا من ضمن السياق تبع الكواليتي كنترول للفحوصات المخبرية. اللي بيقول لي البروسيجر مانيوال should not be collected of photocopied pages from the an instrument manual or manufacturer information sheet. ما نفهمش البروسيجر مانيوال، ممكن واحد يقول لي طيب ما هو البامفلت اللي موجوده في الكتات، ما هي موجوده وجاهزه وانا ممكن اجمع البامفلتس هذول والشيت تاعون المانيوفاكتشر واحطها وخلصنا. لا، هذا الشغل مش مظبوط، لانه اول شيء الطباعه مختلفه، اثنين لازم يكون البروسيجر مانيوال مكتوب بطريقه سلسه وميسره يفهمها الجميع اللي موجودين في المختبر، ولازم يكون يعني الخط عريض وكبير، ويعني الديزاين تبع البروسيجر مانيوال يكون مريح، يكون فيه عنوان مثلا بالالوان احمر او ازرق وهكذا يعني. اما ما بنفعش نيجي نصور ونحط، لانه برضه كده مش حيكون الامر يعني كثير فيه فايده. Each test the laboratory performs should have separate procedure containing pertinent information written in a uniform style and organized in the same fashion. ما ينفعش انه الكل فحص يكتب واحد ومره يكون خط 12 ومره 13 مره خط اريال مره سمبليفايد عربيك ولا نيو رومان. المفروض انه يكون الخط موحد في جميع التستات، ويكون الستايل واحد، ويكون المسافه بين الاسطر موحده، ما يكونش الامر ملخبط، ويكون الامر يعني واضح، عنوان التست واضح، السيبريشن ما بين تست وتست ما يخشوش على بعض بالنسبه للقارئ، هذا كمان مهم جدا. فيعني المقصد انه البروسيجر مانيوال لازم يكون يعني مهيئ ومعد بطريقه منتظمه وبطريقه محترمه وبطريقه مترتبه، بحيث انه فعلا اللي يشوفه ويقرا منه يلاقي معلومات سهله وميسره ومريحه. Each page of the procedure should include the procedure title and effective date printed at the top of the page and the page number printed either at the top or bottom. الان لما بيكون في البروسيجر مانو بيتكلم عن فحص معين، وهذا الفحص الاشياء اللي بنتكلم عليها بتاخذ صفحتين او ثلاثه او اربعه، المفروض انه عنوان الفحص بيكون على كل صفحه من صفحات، مش بس نكتفي بالصفحه الاولى اللي خاصه بالفحص، لا، اذا في صفحه ثانيه بتكمل فيها معلومات عن فحص اكتب العنوان، الصفحه الثالثه برضو اكتب العنوان، عشان انت لما تفتح اي صفحه تكون عارف انت بتتكلم الصفحه تتكلم عن مين. فهذا من كله اجراءات التسهيل على القارئ اللي انه يجد المعلومه اللي بتناسبه واللي بده اياها في اقرب او في اقصر وقت ممكن. ترقيم الصفحات طبعا مهم جدا. Each procedure should contain the following information. الان احنا بدنا نيجي للبروسيجر مانيوال ونشوف بالضبط هو على ايش بيحتوي. طيب هو قلنا بيحتوي على الفحوصات اللي بيقوم بعملها واجراءها المختبر، كل الفحوصات من دون استثناء، سواء كانت مايكروبيولوجي، اميونيتي، بايوكيمستري، هيماتولوجي، كل الفحوصات. طيب الان ايش اللي انا بدي اكتبه؟ ايش النظام المريح والمتبع دوليا في عمل البروسيجر مانيوال وتنظيم الفحوصات وكتابتها بشكل يعني منتظم؟ هنا نمرة واحد لازم يكون التست نيم، فلا بد انه في رأس الصفحة اللي هو بداية الفحص يعني بتكون عندي نكتب التست نيم، بقول لي full name of the test and any alternate names or commonly used abbreviations. الآن في احنا بنعرف الفحوصات التحليل الطبية العديد منها بيكون لها full name، وفي لها abbreviation يعني اختصارات، و او alternate name، يعني في احيان بيكون نفس الفحص
له اسم تاني او له اختصارات. فانت لما بدك تيجي تحط العنوان ما تحطش عنوان لشيء واحد، حط العنوان كامل، حط اختصاراته، حط العنوان الاسم التاني للتجربة عشان الجميع يكون فاهم عن ايش الموضوع. should be listed at the beginning of procedure of the procedure for easily for easy identification. طيب مثال عليه، مثلا البلاد يوريا نيتروجين، هنا البلاد يوريا نيتروجين هذا فحص، هذا له اختصار بي يو ام، فانت بدك تكتب البلاد يوريا نيتروجين وبدك تكتب البي يو ام فاصله، يعني بلاد يوريا نيتروجين فاصله بي يو ان، وبالتالي عشان القارئ اللي متعود على انه هي بي يو ام يكون فاهم، واللي متعود على بلاد يوريا نيتروجين يكون فاهم. السي بي كي كرياتين فوسفوكينيز نفس الشيء، هذا الاختصار الابريفيشن وهذا الفول نيم، وبالتالي بدك تكتب هذا وبدك تكتب هذا. الان هذا بالنسبه للفول نيم والابريفيشن. الان في الترنيت نيمز، في اسماء بديله، مثال عليها نيرولار فلتريشن ريت، هذا اللي هو بديل اسم ثاني اللي هو كرياتينين كليرانس تيست، وبالتالي وهي كمان اللي هو الابريفيشنز تبعتهم، وبالتالي هذه امثله موجوده في فحوصات التحليل الطبيه، منها ما هو له اسم الفول نيم كامل طبعا مع الابريفيشن، ومنها ما له اسم اكثر من اسم مع كل اسم له الابريفيشن تبعه. في عندنا كمان مثال هنا اللي هو البوتاسيوم تيست، ممكن تكتب البوتاسيوم هنا بالشكل هنا، او سيرم بوتاسيوم، او هايبوكاليميا تيست، او سيرم الكترولايت تيست الكترولايتس، او كي حرف الكي. وبالتالي هذول كلهم يعني المفروض في فحص البوتاسيوم المفروض ان هم ينكتبوا جميعا، لانه يعني هذا مهم جدا وبتوهش القارئ. هذا بالنسبة اذا للتست نيم اللي هو بكون نمرة واحد في الصفحات اللي تتكلم عن اي فحص من الفحوصات. اثنين، احنا لسه جيت حنتكلم عن فحص معين اللي هو مثلا البوتاسيوم او الهومرولار فيرتليشن ريت، بدك تذكر اللي هو التست برينسيبل، اللي هو البرينسيبل تبع التست، الفكرة تبعته ليش بنعمل وايش الاهمية تبعته. فهذه البرينسيبل تبع الفحص زي ما احنا بنشرح في المختبرات، البرينسيبل تبعت الفحص بالضبط بنشرح المبدأ النظري تبعه، اذا في معادلات بنكتبها، اذا في الفكرة نفسها العلمية وراء اجراء الفحص يجب ان يذكر هذا الكلام. طيب نمرة ثلاثة البيشنت بريبريشن، هذا كلام طبعا على الترتيب، يعني ما بينفعش ان احنا نحط اثنين قبل واحد او ثلاثة قبل اثنين وهكذا. الان البيشنت بريبريشن اللي هو كيف ان احنا بدنا نهيئ المريض لاجراء الفحص. انتوا عارفين انه في بعض المرضى لازم يكون صايم، في بعض المرضى لازم يكون ماخذ دواء معين او مش ماخذ دواء معين، في بعض المرضى لازم يكون مارس الرياضه، في بعض المرضى مش لازم يكون ماشي فتره طويله او تعبان. وبالتالي البيشنت بريبريشن هذه مهمه، احيانا في بعض الفحوصات بتطلب المريض يكون واقف، احيانا بيكون مستلقي، وبالتالي اذا في مش كل الفحوصات، اذا كان في ترتيب معين وفي اجراء معين للبيشنت بريبريشن قبل الفحص بده ينذكر عشان احنا نجري الفحص بشكل سليم. بيقول لي if special directions for patient preparation are required they should be outlined، لازم تكتب اذا في الدايركشنز معين للمريض قبل اجراء هذا الفحص، لازم تذكره. بدك تذكر specify if the patient should be fasting، ممكن يكون fasting، ممكن يكون صايم، او ممكن يكون على special diet، في بعض الفحوصات لازم يكون المريض ماشي يوم او يومين على special diet. setting up recumbent اللي هو هل هو واقف ولا مستلقي. Or if the test should be collected after a specific time، ممكن يكون المريض لازم يكون عدى عليه وقت معين أو فترات معينة من الوقت عشان إنه تأخذ منه العينات. المهم يعني following administration of the drug وهكذا. وبالتالي هذه كلها ترتيبات خاصة بالمريض، إذا كان في مش كل الفحوصات طبعا، إذا كان في هناك ترتيبات خاصة اللي هو patient preparation يجب أن يذكر في هذا الفقرة. This should be considered a condensed version of the same information as found in the specimen collection manual. The purpose of the patient observation should be explained. الهدف من الـ patient observation لازم يكون مشروح في الفقرة هذه. يعني إذا كان هو
لازم يكون صايم. بدك تقول ليش لازم يكون صايم؟ اذا كان هو مستلقي يجب ان تاخذ منه هو ريكومبنت، بدك تقول ليش هو مستلقي. اذا كان في فترات معينه فبدك تفسر، ما تكتبش انه البيشنت انفورميشن كمعلومه مقطوعه وخلاص، لازم تذكرها مع تفسيرها عشان يكون برضو القارئ فاهم ايش ايش اللي بيقراه. As should its relation to the test result، او ايش علاقتها طبعا بالتست ريزلت، لانه احنا مش معقول نعمل بيشنت بريبريشن عشوائيا. اكيد البيشنت بريبريشن له علاقه بصحه التجربه ودقتها، وبالتالي بدنا نقول انه احنا بنعمل للمريض وهو صايم عشان التجربه بدها هيك. اذا كان بده يكون لاعب رياضه، اذا كان ماكل دايت معين، فلازم احنا نكون يعني مفسرين ايش علاقه البيشنت بريبريشن بالنتيجه النهائيه للفحص. طيب نمرة 4 specimen requirements، ايش العينة، احتياجات العينة اللي انا بأخذها من المريض. A description of the specimen of the specimen of choice is given in this section، لازم يكون في تفصيل لحالة العينة وماهيتها. بقول لي specify the specimen specify the type of specimen، انت بدك لازم تذكر اللي هو نوعيه السبيسمنت اللي انت بدك تاخذها من المريض، هل هي سيرم، هل هي بلازما، هل هي سبيوتم، هل هي ارتيريال بلاد، هل هي يورين. وبالتالي السبيسمنت هنا لازم يتم ذكره بالتوضيح. Describe the site and method of collection، بدك تذكر كمان في specimen requirement اللي هو site and method of collection، المكان اللي هو جمع العينة، هذا واحد. اثنين، طريقة الجمع برضو بدها تنذكر. يعني هناك يعني هذا البروسيجر مانيوال اللي هو يعني بيحتوي على التفاصيل، وبالتالي ما بيخليش يتشاري دواب إلا بذكرها، وبالتالي المفروض إنه يخطأ أي احتمالية لحدوث الأخطاء. فمكان الجمع العينة وطريقة جمعها بده يتم ذكره. Required volume، قديش انت محتاج حجم عشان تشتغل الفحص بطريقة مريحة. Collection material and containers، ايش الكونتينر، هل هي اديتا مثلا تيوب، هل هي هيبارين تيوب، هل هي الكونتينر لازم يكون معقم، مش لازم يكون معقم، وهكذا. فلازم يكون في ذكر لطبيعة وشروط الكونتينرز. الانتيكواجولانت لازم تكون مذكورة إذا في انتيكواجولانت، وبدك تقول هي إديتا ولا هيبارين ولا أي شيء. أو البريزرفيتيفز، المواد الحافظة اللي المفروض إنك أنت تحطها إذا كان في لزوم لوضعها. والتايمينج كونسيدريشن، الوقت الفحص، هل مسموح لي إن أنا أفحصها بعد ساعة ساعتين، أو أحطها في الثلاجة إذا كنت مشغول، ولا لازم أشتغلها مباشرة؟ كل هذا الأمور اللي تندرج تحت specimen requirements بده يكون مذكور في هذا البند. The criteria for rejection of unacceptable specimens should be spelled out in clear defined terms. الكريتيريا لرفض العينة، ايش العينة اللي انا ارفض استقبلها من المختبر او من المستشفى او من الاقسام الجراحة او اي اقسام اخرى. فبقول لك هنا انه اذا كان في صفات معينة للسبيسمن موجودة لقيتها ارفضها. يعني زي ما تقول هيمولايزد بلاد مثلا، وبالتالي في بعض الصفات والمعايير لبعض السبيسمنز لازم انك انت ترفض انك تشتغل فيها. ليش؟ لانه هذه بتاثر على نتيجه التجربه بشكل كبير جدا بالفولس نيجاتيف او الفولس بوزيتيف، وبالتالي مش هيطلع العينه النتيجه صحيحه. طيب الحل انه يعاد جمع العينه مره اخرى. فاذا كان العينه جمعت بطريقه خاطئه وكان فيها سوائل بيولوجيه او فيها العديد الكثير كميات من الدم، وانت لقيت انه او قرات انه في هذا البروسيجر مانيوال انه انت العينات لازم ترفضها، ارفضها واطلب جمع عينه مره اخرى. وبالتالي هنا انت تخرج من اللي هو مشكله ان تكون عندك نتيجه خاطئه بسبب اللي هو الكرايتيريا تبع السبيسمن. ايش الكرايتيريا للرفض اي سبيسمن في هذا الفحص بالذات؟ بفروض انه لكل فحص بفحصه، يعني في كريتيريا للريجكشن لكل فحص، وبالتالي بيتم هنا توضيح الامر بشكل واضح وبشكل لا لبس فيه.
السامبل هاندلنج ديورينج ترانسبورتيشن تو ذا لابوراتوري اند بريباريشن اوف ذا تيست بروسيجر. مهم جدا برضو انه كيف يتم نقل العينه، كيف يتم التعامل معها في وتداول معها، بدك تحطها في ثلج، بدك تحطها في كونتينر، تتعرض للشمس ولا ما تتعرضش للشمس، درجه حراره النقل، هل من نحافظ عليها من الاجيتيشنز الاهتزازات وما الى ذلك. كل هذا الامور يجب ان يتم تفصيل فيها بشكل كبير جدا. طيب نمره 5، بكل انسترومنتيشن اكويبمنت اند ماتيريالز، الاجهزه والادوات والمحاليل المستخدمه برضه بده يتم ذكرها. بقول لي كومبليت ليست اوف انسترومنتيشن، لقائمه الاجهزه والادوات والمحاليل اللي انت بدك تستخدمها يجب ان يتم ذكرها بالتفصيل، القائمه كامله بده يتم ذكرها بالتفصيل. All analyzer glassware disposable supplied and equipment such as diluter, heating bath and pipette should be listed. كل شيء من الادوات والاجهزه والمعدات اللي بدك تستخدمها لاجراء هذا الفحص بدك تذكره في هذا البند. طيب الريجنت بريباريشن، في بعض الفحوصات بيكون الريجنت جاهز للاستخدام وفي بعض الفحوصات ما بيكونش جاهز للاستخدام، بدك تعمل له معامله، يعني زي مثلا دايلوشن بدك تعمل له تسخين، بدك تعمل له تبريد، بدك تعمل له تضيف عليه بعض المواد، وبالتالي مش دائما الريجنت بيكون جاهز. إذا كان الريجنت جاهز بقول لك اكتب إنه جاهز، إذا مش جاهز بدك تكتب كيف تجهزه. فكل التعليمات الخاصة بترتيب الريجنت وبما يخص جهوزيته بدك تذكرها. فبقول لي directions for the preparation، بقول لي directions of for the preparation of the reagents and standards listing the materials and equipment needed, storage instructions and usable shelf life for each reagent should be specified. ايضا من ضمن الاشياء اللي يتم ذكرها في هذا الباب اللي هو storage instructions، كيف ان انا اخزن الريجنت وبعد ما يتم اعداده وقديش المدة اللي مفروض انه انا اخزن فيها، يعني كل ما يتعلق بصلاحية الريجنت وتهيئته، هذا يعني مهم جدا. طيب نمرة 7، التست بروسيجر، اذا كل اللي فات هو مقدمة عن الفحص، الاسم وتهيئة المريض والريجنت والمواد. الان انت بالنسبة للبروسيجر وخطوات العمل بده يتم ذكرها بالتفصيل وبشكل مرتب وبشكل مباشر من غير اي تفسيرات. بقولي this section includes complete instructions for performing the test, preparation of all calibrator and standards and step by step calibration procedure should form the first part of this section. بداية قبل انت ما تذكر خطوات العمل لازم تذكر اللي هو خطوات اعداد الكاليبريتورز والستاندردز والكواليتي والكنترولات اللي بدك تستخدمها في هذا الفحص، لانه في بعض الفحص بتطلب انك انت تعد الستاندرد وتعمل رسم بياني مثلا وتستخدم الكاليبريتور. وذكرنا احنا اللي هو انه الكاليبريتورز مواد بيتم ادراجها من ضمن الفحوصات وتكون معلومه القيمه، وبهذا بيأكد يعني من خلاله بتتعرف انه اذا تم الفحص اجراء الفحص بطريقه سليمه او لا. فالتعليمات الخاصة بالكاليبريتورز والستاندردز وإذا في رسم بياني وما إلى ذلك يجب أن يتم ذكره قبل ما نخش في خطوات العمل، لأن هذول المفروض يكونوا موجودين مسبقا. بعد كده بتخش على الديتيلز للبروسيجر ستيب باي ستيب، وبقول إنه هنا don't include extraneous information or explanations in the procedure. في الخطوات انت بدك تكون واضح ومباشر وتذكر الخطوات خطوة بخطوة من غير تفسير وتوضيح وشرح، لانه هنا الشرح والتفسير مش مكانه، مش مكان الشرح والتفسير، هنا مكان اللي هو ذكر خطوات العمل بشكل مرتب ومنظم. Keep it simple، خلي الخطوات مكتوبة بطريقة simple direct بشكل مباشر مفهومة، and follow logical order، وتتبع ترتيب منطقي، ما تكونش ملخبطة، خليك واضح مباشرة، ما تكونش ما تستخدمش اللي هو طريقة اللي فيها
مبني للمجهول مثلا، او احرف الاشاره. لا، ما تقولش نضع المحلول، نضعه ثم نسخنه ثم نرجع الى المحلول الاول، هيك ما بينفعش. بدك تذكر كل محلول باسمه من غير اللي هو اسماء الاشاره وصيغه المبني للمجهول وما الى ذلك. فخلي الامور يعني تكون واضحه عشان اي انسان يقرا يكون فاهم الموضوع بطريقه يعني بطريقه واحده، ما بتفهمش مش على وجهين، بس وجه واحد بس. Specify the settings and adjustments for any instrument and any necessary safety precautions. إذا كان في يعني بعض الإجراءات المطلوب إنك أنت تعمل adjustment للإنسترومنت زي السبوتوفوتوميتر بدك تذكرها، وإذا كان في بعض الإجراءات اللي هم احتياطات الأمان مطلوب من جهاز، من ماتيريالز، من طريقة إجراء تجربة، تسخين، ما إلى ذلك، برضه بيتم ذكرها في هذا الجانب. طيب الـ instructions concerning procedures for reporting the result include اللي هو هنا كيف انك انت تكتب النتيجه، برضه هنا في نفس البند اللي هو رقم 7 test procedure، كيف تكتب النتيجه، الـ including the measuring units اللي هو الوحدات بالمليغرام، بالمل، باللتر، بالنانوغرام، وما الى ذلك. When applicable the number of decimal places كمان اللي هو الخانات العشرية بدك تذكرها، هل في داعي لها ولا مش داعي، وإذا كان في داعي قديش بدك تذكر الخانات العشرية. Or specific wording to use when reporting the result should be described here. في بعض المصطلحات لازم تذكرها مع النتيجة، وخصوصا في المذكورة احنا في فحوصات البول او البراز، في هناك بعض المصطلحات بدك تذكرها وتكتبها، وبالتالي هنا يعني النتيجة مش دائما بتكون ارقام، النتيجة احيانا بتكون مصطلحات علمية، فيجب تكون انت كاتبها بشكل واضح وصريح. نمرة 8 الكالكوليشنز، بعد ما خلصنا البروسيجر واخدت الداتا، طريقة الحساب لازم تكون موضحة، اذا في فورميولا بدك تكتبها، اذا في طريقه تشرح فيها كيفيه حساب الداتا بدك تذكرها. بقول لي هنا ذا فورمولاز فور اول ذا كالكوليشن ريكوايرد تو ديتيرماين ذا فاينل ريزلت ار جيفن الونج وذ اكزامبلز ديمونستريتنج ذا كالكوليشن. كل الكالكوليشنز والفحوصات والفورمولاز اللي هم مطلوب منك انك انت تذكرها او تستخدمها لإنتاج النتيجة النهائية من الداتا اللي أنت حصلت عليها في البروسيجر، أذكرها وأذكر طريقة تطبيقها. Quality Control Procedures، الأصل إنه في المختبرات بيتم إجراء Quality Control Procedures، وهذه إحنا هنذكرها في المحاضرات القادمة. بيتم من خلالها Quality Control Procedures إضافة استخدام الكنترول، والكنترول استخدامه بيكون بطريقة يومية مع جميع الفحوصات، وبيتم تسجيل نتائج الكنترولات اللي انت بتستخدمها، ويتم معاملتها معاملة إحصائية معينة، وهذا الكلام طبعا بده يتم ذكره، احنا هنيجي له في المحاضرات القادمة ان شاء الله. المهم انه الاجراءات الكواليتي كنترول بروسيجرز يجب ان يتم ذكرها، ويجب ان يتم تطبيقها، لان احنا في المختبرات يمكن ما بنكتيرش مش كتير بنهتم في اجراءات الكنترول، لكن هذه غايه في الاهميه، وهي صمام الامان بانه ان احنا يعني يطلع عندنا دائما فحوصات صحيحه وسليمه نتائجها. بول ديتيلز كونسيرنينج كواليتي كنترول including instructions on how to prepare when to use كيف نعد الكنترولات وقتش نستخدمها، where to record وين نسجلها، and how to interpret the control results كيف ان احنا نفسر نتائج الكنترول ريزلتس are described. كل هذا موجود المفروض في هذا السكشن، وهذا مهم جدا. The tolerance limit for each level of control are defined. التولرانس ليميت يعني قديش مسموح لك، يعني كانت مثلا قيمة الكنترول 9 ملي جرام مثلا في المية، لعند قديش انت مسموح لك يعني تطلع نتيجة مش 9. طيب احنا لو طلعت عندنا 9.4، هل هذا معناته خطأ كارثي ولا خطأ صغير ولا ايش من نعتبره؟ فهم التولرانس للليميتس هذا كمان مهم جدا انك انت تكون عارفه، حتى انك انت تتعامل مع الكنترول اما بالرفض او بالقبول في نتائج الكنترول يعني.
وهكذا. ريفرنس انترفالز، طبعا ريفرنس انترفالز لازم يكون مذكور في نهايه الفحص عشان تعرف انه هل الحاله اللي عندك هي ضمن الرينج الطبيعي ولا مش من ضمن الرينج الطبيعي. بقول لي ريفرنس انترفالز فور ادلت ميلز ادلت فيميلز اند بيدياتريك بيشنت patients and any appropriate group or population for the test procedure are listed here. إذا تكتب الـ reference interval intervals بالتفصيل. أحيانا في بعض الفحوصات تكون الفيميل لهم reference interval، الميل لهم reference interval، الأطفال، المواليد، وهكذا، مجموعة معينة من الناس، الناس اللي عندهم أمراض معينة لهم reference interval معين، وبالتالي كل هذه الأشياء بدك تذكرها بالتفصيل. هنا مثال عليها على الهيموغلوبين، كل هذا ريفرنس انترفال بده يكون محطوط في اخر التيست الخاص بفحص الهيموغلوبين. ففي عندك النيو بورن، مواليد الجدد، الانفنت، الرضع، من 1 ل 5 ييرز، الستة ادوليسنت اللي هو الصبية، الادلت ميلز، الادلت فيميلز. فانت عندك في 3 و3 في 6 ريفرنس انترفلز لاعمار مختلفه واجناس مختلفه في الهيموجلوبين. فهذا الكلام كله بيتم ذكره بالتفصيل. نمرة 11 الاليرت اور بانيك فاليوز. الاليرت اور بانيك فاليوز هذه القيم اللي هي يعني عندها بده يتم تحذير المريض وتوجيهه الى المستشفى على وجه السرعه. يعني لما انا بقول انه الفحص المعين ريفرنس انترفل له من قيمه الى قيمه، وانا فحصت مريض وطلعت القيمه تبعته خارج الريفرنس انترفل يعني غير طبيعيه، احيانا لما احنا بنقول غير طبيعيه بيكون الامر يعني مش ايرجنت ويتطلب الانتظار، وهو بيحسن بالامور من خلال تغذيه معينه، علاج معين. لكن في بعض الحالات بيكون النتيجه بتظهر وتشير الى مشكله خطيره جدا وطارئه جدا، واذا كان وصل القيمه الى حد معين فيجب انه نوجهه لزياره او نقله الى المستشفى فورا. فهذه بسموها الاليرت اور بانيك فاليوز، يعني وقتيش انه انت يكون النتيجه عند اي قيمه بده يكون هذه القيمه اليرت اور بانيك ويتطلب تدخل الطبي مباشره دون تاخير في المريض. فهذا كمان مهم جدا، لانه هذا لا يكفي ان احنا نعرف انه بس ريفرنس انترفال، كمان بدنا نعرف الاليرت اور بانيك فاليوز. فمش كفايه انك انت تعرف بس ريفرنس انترفال، لانه لو كان احنا قلنا مثلا ريفرنس انترفال للرجال بالنسبه للهيموجلوبين خلينا نقول مثلا من 12 الى 14 او الى 15، طيب ماشي لو كان 11.5 هذا لا يعني انه احنا بدنا نتدخل طبيا مباشره ونقول الحق حالك روح المستشفى. لكن بعض الفحوصات زي مثلا الكرياتينين إذا كان وصل إلى مستوى مثلاً عالي مثلاً إلى 1 أو 2 مثلاً، هذا بيتطلب تدخل علاجي سريع وبدون أي تأخير، وبالتالي هذه لازم ينكتب الأليرت أوربانيك فاليو إذا بيقول إنه إذا كانت القيمة أكثر من كذا كذا فلازم يكون هذا أليرت أوربانيك فاليو. طيب البروسيجر ليميتيشنز، إيش المعيقات وإيش الأشياء اللي ممكن تسبب أخطاء خلال إجراء هذا الفحص؟ فهذا لازم يذكر، سواء كان خطا يعني سيستماتيك ايرور، كونستانت ايرور، بروبوشنال ايرور، اذا كان المشكله في الخطوات العمل، مشكله في الستاندرايزيشن والرسم البياني، كل هذه الاشياء بده يكون ذكرها. اي شيء ممكن يعيق او يتسبب في اخراج نتيجه خاطئه لنا في المختبر بدك تذكرها عشان الفاحص ياخذ باله منها. ال 13 المينتنس سكيدول، المفروض انه في ضمن اجراءات الكواليتي اشورنس في المختبرات الطبيه انه الاجهزه يتم اجراء صيانه عليها دوريه، مش نستنى لما الجهاز يخرب، ما نستناش الجهاز يخرب، المفروض انه في جدول. وبالتالي الاجهزه الموجوده عندي الثلاجه، عندي الاوتوكلاف، عندي الانكوبيتور، عندي السبكتروفوتوميتر، الاجهزه الموجوده الاصل انه في يكون عندي جدول، وهذا الجدول بيتم مراجعة وفحص هذه الأجهزة بشكل دوري دون الانتظار أن الجهاز يخرب عشان أروح أصلحه وأعمل له صيانة. الأصل أنه بيتم إجراء الصيانة لهذه الأجهزة باستمرار ضمن جدولة معينة ونظام محكم. هذا الشيء بيخليك
يعني انه انت يعني ما تطلعش معك نتائج خاطئة نتيجة عطل في هذه الأجهزة، لأنه أحيانا الجهاز بكون عطلان لكن انت بتشوف انه شغال بيطلع لك نتائج خاطئة، وهذا بيحدث في أجهزة السبكتروفوتوميتر. وبالتالي هنا لازم يكون في الجدولة لهذه الأجهزة، الجدول هذا بيكون مذكور في الفحص، ويذكر الفحص هذا مثلا لو بديش على سبكتروفوتوميتر بقول لك انه اخر تاريخ كان انعمل للجهاز سبكتروفوتوميتر مثلا في تاريخ قبل مثلا شهر شهرين، فانت بتعرف انه هو مثلا هذا الجهاز انعمل له صيانه حديثه وبالتالي هو شغال. هنا يعني الامر بيكون غايه في الاهميه، بتعرف انه انت من خلالها انه الاجهزه ما فيش فيها مشاكل وانه تم صيانتها وما الى ذلك. بقول هنا ان ابريفييتد مينتيننس سكيدول، يعني السكيدول بيكون مش بالتفصيل، السكيدول بيكون يعني بالرموز with reference to the instrument manual should be included in this section. Complete maintenance procedure complete maintenance procedure should be adequately covered in the manufacturer's instrument manual and need not to be prepared in detail here. مش داعي انك انت تحطه بالتفصيل، وغالبا بيكون كل جهاز انت بتشتريه موجود له جدول صيانه موجود يعني في الكتالوج تبعه. Often experience with an instrument will reveal additional and perhaps better way to do things. These experiences should be included in this section. إذا أنت في عندك خبرة صارت مع جهاز معين وفي إجراء معين أنت فاهمه بيتم عمله لهذا الجهاز، اكتب الكلام هذا اللي هو ناتج عن خبرتك مع هذا الجهاز. هذا كله يعني شيء من الأشياء دي بتفيد القارئ والموظف. آخر حاجة اللي هو أو قبل الأخيرة اللي هو references، كل المعلومات العلمية اللي أنت ذكرتها بالنسبة للأخطاء المحتملة، مصادر الأخطاء، الـ principle، التفاعلات، الكالكوليشنز، البيشنت بريبريشن وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء اللي أنت ذكرتها في لها reference لأنه أنت ما جبتهاش من عندك، وبالتالي بدك تذكر هذه الريفرنس اللي أنت جبت منها المرجع، عشان لو في موظف حاب يستزيد ويقرأ بزيادة يعني يرجع لهذه الأمور ويستزيد منها. آخر حاجة اللي هو signature and date of review. الأصل إنه لما بنكتب هذه الأشياء المعلومات اللي احنا ذكرناها، الأصل إنه في مسؤول، هذا المسؤول على درجة علمية عالية من المعرفة يعني والخبرة، المفروض إنه بيراجع هذه المعلومات وبدققها وبيمضي عليها وبيكتب تاريخ المراجعة، تاريخ المراجعة. وبالتالي انت لما تيجي تطلع وتقرا عن البروسيجر ما بتعرف انه مين اللي ماضي عليها وقريها وقتيش اخر مراجعه صارت لها، فهذا الشيء مهم جدا للتحديث. وطبعا هذا البروسيجر مانيوال المفروض انه يخضع للتحديث، مش معقول ان انا احط بروسيجر مانيوال في 1900 مثلا و90 ولا سنه 2000، احنا اليوم في 2020 له 20 سنه ما تحدثش، ونيجي نقول والله انا بدي ارجع للبروسيجر مانيوال تبعي وانا اشوف ايش الفحوصات اللي انا الفحص بقرا عنه. طبعا الفحوصات بتتطور والدنيا بتتغير، وبالتالي ما بينفعش يكون قديم، الاصل انه يكون في حداثه وتحديث وتجديد للبروسيجر مانيوال. فهذه مسؤوليه المدير، والمدير العلمي والاكاديمي والمفروض انه هو المسؤول عن الاشياء هذه، هو اللي بده يراجع ويمضي عليها مع اللي هو ذكر التاريخ. بيقول لي ايش البروسيجر شود بي ريفيود انيوالي، سنويا طبعا بتتم مراجعته سنويا. لقيت في بعض الفحوصات مش بالضروره انه انت تغيرها كل سنه، في بتكون يعني هي يعني لحالها شغاله من غير ما فيش داعي لتجديد، اوكي ما فيش مشكله بنجددهاش، لكن في بعض الفحوصات بتتطلب تجديدها جددها، اللي بتطلبش ما تجددش. وبالتالي هنا لازم تكون مراجعة سنوية، وبيتم مراجعتها بواسطة الدايركتور أو إنسان مكلف بهذه الأمور. الريفيورز سيجنيتشر لازم يكون ممضي، should include on the procedure with the date of review، لازم يمضي على كل فحص، مش بس مضي على ورقة أولى من البروسيجر مانيوال، لا لازم على كل فحص، على كل فحص لازم يمضي عليه.
schedule for review of procedure should be set up so that review process is systematic. لو احنا قلنا بدينا في البروسيجر مانيوال سنة 2000، طيب في 2001 تم مراجعته والامضاء عليه 2002 وهكذا. فالاصل انه في اخر الصفحة بيكون في جدول بتواريخ المراجعات، تمت المراجعة بتاريخ 2001 ثم 2002 ثم 2003 وهكذا. كل ما تتم مراجعة سنوية بينذكر في الجدول انه فعلا تمت المراجعة، وبالتالي الانسان اللي بيطلع على البروسيجر مانيوال بيلاقي انه هو فعلا يخضع لنظام محكم ومنظم من المراجعات، وبالتالي بتكون الامور كده هيك يعني ممتازه ومنيحه وما فيش فيها اي مشاكل. بنرجع بنقول هيك احنا بنكون خلصنا اللي هو المحتوى واسس انشاء البروسيجر مانيوال في المختبر، وبنرجع بنقول الهدف من انشاء البروسيجر مانيوال اللي هو الاقلال من الاخطاء البشريه اللي بتكون موجوده احيانا في المختبر نتيجه النسيان. وهذا الكلام احنا بنسكر عليه، وبحيث انه احنا يعني اي انسان بينسى ما فيش مشكلة، انت نسيت ارجع للبروسيجر مانيوال، مش مشكلة انت نسيت مش عارف تعمل كالكوليشن لفحص معين، مش مشكلة ارجع للبروسيجر مانيوال بتعرف. ما تشغلش زملائك لانهم ايضا مشغولين، وتقعد تلفلف على الزملاء من طاوله لطاوله من غرفه لغرفه وتسال وتربك الجميع وتضيع وقتك وتضيع وقت الناس. هذا الكلام مش لازم يصير. انت نسيت معلومه، مش عارف تعمل فحص معين، مش عارف تعمل حسبه، مش عيب، ارجع للبروسيجر مانيوال. وهذا البروسيجر مانيوال هو اللي بيكون موجود فيه كل المعلومات اللي احنا ذكرناها، فانت مش محتاج تسال حدا ولا تغلب حدا ولا تربك حدا في العمل ويضلك تلفلف من واحد لواحد. فهيك بيكون يعني احنا خلصنا يونت 4 وجلطنا وكمان وتخطينا كمان خطوه من خطوات اللي هي الكواليتي اشورنس في المختبرات الطبيه، ولانه فعلا البروسيجر مانيوال بيقلل من الاخطاء البشريه الى حد كبير جدا. وان شاء الله نستكمل في محاضره قادمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.